ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، برحب بحضرتك. وهل تتحول الهدنة المؤقتة المستمرة لمدة 4 أيام إلى وقف دائم لإطلاق النار برأيك؟ هو طبعا في بداية هذه الأزمات، مثل هذه الأزمات في كل الحروب التي سبقت أو المواجهات العسكرية، يعني دائما ما تبدأ الهدنة بهدنة مؤقتة، ثم يعني تعاد هذه الهدنة بناء على اتفاقات بين الأطراف المتحاربة، كشأن الحرب التي جرت في عام 2006 في جنوب لبنان. كانت البداية هدنة مؤقتة، ثم امتدت إلى هدنة أخرى، ثم هدنة ثالثة، ثم بعد ذلك توسعت الهدنة إلى أن تصبح هدنة شاملة. كما حدث في أحداث اليمن مؤخرا أيضا، كانت البداية هدنة مؤقتة، عقبتها هدنة أخرى، ثم هدنة ثالثة، ثم بعد ذلك امتدت إلى هدنة دائمة. فنأمل أن تكون المساعي المبذولة الآن والتصريحات التي صدرت عن كثير من القادة، آخرهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يعني أمل أن تكون هذه مقدمة لهدنة بعد ذلك لتخفيف الحصار على الأشقاء في قطاع غزة. ولكن ربما تأتي تصريحات القادة الإسرائيليين مخالفة لهذه التوقعات. هو طبعا إذا ما تتبعنا التصريحات التي صدرت عن القادة والوزراء الإسرائيليين في بداية هذه الأزمة، نجد أنها لم تحقق أي مما كان يستهدفه هؤلاء في البداية، عندما كانوا يتحدثون عن تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة وإجبارهم على الخروج من القطاع، ثم بعد ذلك القضاء على حركة حماس، ثم بعد ذلك يعني الإفراج عن الأسرى دون مفاوضات ودون يعني. فالتصريحات التي صدرت عن الإسرائيليين حتى الآن لم تحقق أي من أهدافها، ولم يحقق القادة الإسرائيليين أي من الأهداف التي كانت يعني صدرت عنهم طوال هذه الأزمة. فالتصريحات التي تصدر عادة أولا تغازل الرأي العام الداخلي، لأنه بالفعل هناك انكسار داخلي داخل إسرائيل، إلى جانب أنه الصدمة يعني التي تحققت جراء ما حدث في قطاع غزة ما زالت صداها مستمرة، سواء على الجانب الاستخباراتي والمعلوماتي أو على الجانب العسكري، لأنه في البداية كان الحديث عن دخول بري إلى قطاع غزة، فالقادة الإسرائيليين يعني تصوروا أنها ستكون مجرد محاولات للقضاء على حماس أو الإفراج عن الأسرى، هذا كان هدف العملية العسكرية التي استهدفت الدخول إلى قطاع غزة. لكن فوجئوا بأن المقاومة يعني استفحلت، وأن هناك مقاومة ضارية لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي دخلت إلى القطاع، وكانت هناك خسائر كبيرة سواء في المعدات أو الأرواح. فأعتقد أن هذه التصريحات الهدف منها التخفيف من حدة ما جرى، لأنه بالأمس عندما تم التوصل إلى هدنة وتبادل الأسرى، هذا لم يرضي الغرور القادة الإسرائيليين الذين لم يحققوا أي من أهدافهم في هذه المواجهات مع مجموعة من المقاومين في قطاع غزة. فأعتقد أن هذه التصريحات يعني الهدف منها هو يعني مخاطبة الرأي العام داخل إسرائيل. وهل يعني هل يؤيد الرأي العام الإسرائيلي، بعيدا عن مقاعد الحكومة، الرأي العام عموما داخل إسرائيل، هل يؤيد استمرار العملية العسكرية؟ شوف، أعتقد أنه ما حدث في المواجهات العسكرية الأخيرة، سواء في عملية 7 أكتوبر أو ما عقبها، هو ما تحقق على أرض الواقع، مجرد أنه آلة الحرب الإسرائيلية والطيران الإسرائيلي قصف الكثير من الأهداف التي كانت يعني مستهدفة بهدف القضاء على حركة حماس في المقام الأول والمقاومة الفلسطينية في المقام الثاني، ثم بعد ذلك محاولة الإفراج أو الوصول إلى الأسرى. لكن بطبيعة الحال عندما تقصف المقاومة الداخل الإسرائيلي، فالحرب الآن امتدت يعني صداها وامتد تأثيرها السلبي على المواطن الإسرائيلي بشكل مباشر. في الحروب التي كانت المواجهات التي كانت دائما تحدث بين إسرائيل كانت تحدث خارج أراضيها، الآن المواجهة داخل العمق الإسرائيلي ذاته، تقصف تل أبيب، تقصف المدن الإسرائيلية، يعني هناك استهداف للأماكن، وحتى هذا الاستهداف لم يتوقف، بدليل أنه حتى في عز الأزمة وفي عز الدخول البري لقوات الاحتلال الإسرائيلية لداخل قطاع غزة والتوغل داخل القطاع من شمال وإجبار
الفلسطينيين على النزوح من الشمال إلى الجنوب، إلى جانب إخلاء مناطق كبيرة وإخلاء المستشفيات وإخلاء المناطق التي كانت تأوي الفلسطينيين، إلى جانب أن هذه الأعمال كلها لم تثني المقاومة الفلسطينية عن الاستمرار في استهداف البلدات والمدن الإسرائيلية، وما زال القصف الجوي مستمر بالصواريخ على الرغم من أنه الحصار والتوغل البري، لكن ذلك لم يمنع المقاومة من إطلاق صواريخها. فده بطبيعة الحال بيؤثر على الرأي العام الإسرائيلي، إلى جانب أنه التأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر على المواطن الإسرائيلي، خسائر إسرائيل الاقتصادية جراء هذه المواجهات أكثر من 47 أو 48 يوم من المواجهات أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي. اليوم كان يكلف إسرائيل حوالي ربع مليار دولار، إلى جانب أنه خسائر البورصة الإسرائيلية والشيكل الإسرائيلي الذي تراجع إلى أدنى مستوياته، فضلا عن أنه هناك لم تعد هناك سياحة إلى إسرائيل، إلى جانب فرار الكثير من الإسرائيليين خارج إسرائيل، وهناك البعض الذي صرح بأنه لن يعود مجددا إلى إسرائيل. كل تلك نتائج سلبية للمواجهات التي جرت، إلى جانب الصورة السلبية التي يعني الآن ترسخت داخل النفوس جراء ما يشاهده العالم من تدمير للقطاع غزة بشكل كامل، تدمير المستشفيات، تدمير المدارس، تدمير دور العبادة، إلى جانب أنه الأطفال الذين يعني تعرضوا للاستشهاد والنساء الذين يعني دمرت منازلهم. يعني شاهدنا بالأمس على الرغم من أنه يعني منع الفلسطينيين من التوجه من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، وعلى الرغم من أنه قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت تبادر هؤلاء بإطلاق النيران، لكن هذا لم يمنع البعض من الوصول إلى منازلهم لمحاولة الوصول والوقوف على ما يجري في على أرض الواقع. فأعتقد أن النتيجة الحتمية لمثل هذه المواجهات هو رفض الإسرائيليين لاستمرار هذه المواجهات، لأن تأثيرها السلبي عليهم أصبح واضحا، إلى جانب أن النظرة السلبية للعالم الآن لإسرائيل أصبحت واضحة بدليل تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بالأمس الذي صرح بتصريحات اعتبرتها إسرائيل موجهة لها، إلى جانب أنه يعني هناك تغير في وجهة نظر العالم تجاه إسرائيل التي كانت تصدر صورة بأنها مغلوبة على أمرها أو غير ذلك من الصور التي ثبت للعالم أنها كانت مغلوطة. فأعتقد أنه الآن أصبح على إسرائيل أن تعيد النظر في كثير من سياساتها، خاصة وأن آلة التدمير وآلة الحرب الإسرائيلية لم تحقق أي من الأهداف التي أعلن عنها الساسة الإسرائيليين. فأعتقد أنه الصورة السلبية الآن التي صدرت نتيجة هذه المواجهات هي الأكثر قبحا والأكثر فجاجة مما كان يستهدفه الإسرائيليون. يعني لو كان الإسرائيليون يحاولون أن يدفعوا عن أنفسهم، لكن الآن الإساءة التي أساؤها لأنفسهم وللجيش الإسرائيلي أصبحت يعني بالغة، وأصبح العالم يتحدث عنها. هناك غياب للضمير، هناك يعني آلة الحرب التي عملت في المدنيين وعملت في الأطفال، يعني هذا ليس يعني شرفا لأي عسكرية أن يعني تقوم به على مدى التاريخ الإنساني المعاصر والقديم. لم يصل العالم إلى ما وصلت إليه إسرائيل في اعتداءاتها على غزة. نعم، عملية تبادل الأسرى والمحتجزين لدى الجانبين والنسبة التي المتفاوتة ما بين من يتم الإفراج عنهم من الجانب الإسرائيلي مقارنة بمن يتم الإفراج عنهم لدى الفصائل الفلسطينية، كيف تنظر إليها؟ طبعا هو ما أفرج عنهم بالأمس واليوم هو نتيجة حتمية، لأنه ما أفرج عنه لو حضرتك لاحظت والسادة المشاهدين طبعا هناك أكثر من 200 عنصر تم أسرهم في عملية 7 أكتوبر، ما تم استبدالهم بالأمس 1 إلى 3، منهم عمالة تايلاندية وشخص فلبيني الجنسية، إلى جانب أن هناك مزدوجي الجنسية. فصائل المقاومة كانت أعلنت رغبتها في الإفراج عن حوالي 70 من الذين تم أسرهم في هذه العملية، لكن إسرائيل كانت تحاول التنصل من ذلك وتحاول أن تدفع في اتجاه أنها ستحرر هؤلاء بدون أي صفقة لتبادل الأسرى. لكن في بداية هذه الصفقات أعتقد أنه فصائل المقاومة تجيد المساومة تماما، لأن لديهم من العسكريين ولديهم من الجنود الذين سيمثلون الدفعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من هذه التبادلات. والتصريحات التي صدرت عن المقاومة الفلسطينية هي
يعني تبييض او مسح السجون الاسرائيليه من جميع الفلسطينيين المتواجدين. واعتقد ان ذلك سيتحقق في نهايه المطاف، لانه لو تتبعنا مثلا صفقه جلعاد شاليت كان جندي واحد وتم استبداله بأكثر من 1000 من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، لكن هذه العملية الآن والتبادل 1 إلى 3 هو مقصود به الآن تخفيف العبء عن المقاومة، لأنه هؤلاء موجودين في أماكن يحصلون على الغذاء، والمقاومة في نهاية الأمر مسؤولة عن حياتهم ومسؤولة عن سلامتهم. فأعتقد أنها حاولت بهذه الصفقة أن تتخفف من هذا الحمل، لكن أنا في رأيي أنه الدفعات الأخرى أو التي ستتضمن مجموعة من الجنود، خاصة أن لديهم يعني ضباط ولديهم رتب رفيعة كما علمنا، فأعتقد أنه ده سيغير من شروط المقاومة في المستقبل، لأنه ستكون هناك شروط أكثر وضوحا واستبدال بأرقام أكثر من المجموعة الأولى. فأعتقد أنه المجموعات التي يتم استبدالها حاليا هي المجموعات التي يعني تحاول المقاومة الاستفادة من وجود هؤلاء لاستبدالهم بمجموعة من السيدات أو الأطفال أقل من 18 عاما، وهو ما شاهدناه أو نشاهده، يعني 50 من الأسرى مقابل 150 من النساء والأطفال أقل من 18 عاما في السجون الإسرائيلية. وهذه حتى الآن تعد صفقة متكافئة نسبيا، لكن في من وجهة نظري أعتقد أنه الدفعات التالية ستكون الشروط أكثر والأرقام ستكون بطبيعة الحال أكثر، نظرا لطبيعة الأسرى الموجودين لدى المقاومة الذين لا نعلم عنهم شيئا، لكن بطبيعة الحال إسرائيل تعلم عنهم وتعلم أسمائهم بدليل أنها أبلغت أسرهم بفقدهم. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.